باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمانينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي سفيان الصخري بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث كلها تعلق بالصدق، والصدق يكون في القول ويكون في العمل، والواجب على كل مؤمن ومؤمنة الصدق في القول والعمل. فالصدق في القول أن يقول الحقيقة المطابقة للواقع، والصدق في العمل أن ينصح فيه وأن يؤديه كما شرع الله من غير رياء ولا سمعة ولا كسل ولا ضعف، بل يصدق في العمل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نزلت في قصة كعب بن أشرف، كعب بن مالك وصاحبيه، لما تخلفوا عن غزوة تبوك وسألهم الرسول عن العذر فصدقوا، فأنجاهم الله بصدقهم وتاب عليهم. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني لو عملوا الله بالصدق لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى أن قال سبحانه: والذاكر الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصادقون والصادقات ممن أعد الله المغفرة والأجر العظيم. قال تعالى في آخر سورة المائدة: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. يعني الصادقين في قولهم وعملهم ينفعهم صدقهم يوم القيامة، فيدخلهم الله الجنة وينجيهم من النار. في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، هذه أداة التحذير، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. يعني يقول هذا لهذا، الكذب يقود إلى الفجور في القول والعمل، والفجور يقود إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب يجر إلى الكذب، والصدق يجر إلى الصدق. فينبغي المؤمن يتحرى الصدق في قوله وعمله حتى يكون سجية له وطبيعة له، وأن يحذر الكذب غاية الحذر حتى يكون بعيدا عن طبيعته وسجيته. وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الحسن صغير، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي وهو في الثامنة، وهذا يدل على حذق وفطنة وضبط، كن حفظ من النبي حديث وفي هذه السن سن التمييز. فإنه ولد في رمضان سنة 3 من الهجرة، وتوفي النبي ربيع الأول من سنة 11 من الهجرة، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في السنة الثامنة. فيه أن الصدق طمأنينة، يحصل لصاحبه الطمأنينة، الصادق يطمئن مرتاح آمن يمن العاقبة، والكذب ريبة، صاحبه مضطرب ليس بمطمئن القلب والبال
تعاطيه الكذب الذي يفضي إلى الفجور ويفضي إلى سوء الظن به ويفضي إلى اتهامه بما يسقط عدالته وسمعته بين القوم. وما عند ما يريبك مثل ما في الحديث الآخر اتق الشبهات، من اتق الشبهات استبرأ جهره، يعني الشيء اللي فيه ريبة وشك دعه واطلب الشيء الواضح، لأن اللي فيه ريبة يجرك إلى المحرم الذي لا ريبة فيه، والبعد عن ذلك مما يقيم إيمانك ويريح قلبك وضميرك. وفي حديث أبي سفيان بن حرب قصته لما سأله قيصر ملك الروم وكانوا في تجارة في الشام في الهدنة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في وفد من قريش للتجارة، فطلبهم الهرق سأل عنهم فأخبر بهم فطلبهم فحضروا لديه وقال من أقربكم من هذا الرجل ليدعي النبوة؟ قالوا أبو سفيان، فتقدم وجعله أمامهم وجعلهم خلفه وقال إن كذب فكذبوه، فسألها مسائل عديدة آخرها قال بماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني اعبدوا الله وحده واتركوا الشرك الذي عليه آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصلة صلة الرحم والصدق والعفاف عن الفواحش، من جملة المسائل، لكن هذه أهمها. سألهم عن نسبه وعن مكانته فيهم وهل قالها قبله أحد من آبائه إلى غير ذلك من أسئلة المعروفة. وفي جواب أبي سفيان قال لولا أني خشيت أن يأثروا عن الكذب لكذبت، خاف من ربعه اللي معه ينقل عنه كذب، ما استطاع أن يكذب خاف أن ينقل عنه الكذب. والشاهد من قوله أنه يأمرنا بالصلة والصلاة والعفاف والصدق، قوله والصدق، فالرسول يأمرهم بالصدق ما أمره لهم بالتوحيد والإيمان وصلة الرحم وبر الوالدين والعفاف عن المحارم، يأمرهم بالصدق في أقوالهم وأعمالهم. فلما أخبر هرقل بهذا الكلام قالها هذا لا يقوله إلا نبي، وإن كان كما قلت لا يظهرن عليكم ولا يصرنه الله عليكم، ولو قدرت لا قسلت عن قدمه، لا اجتمعت به وقسلت عن قدمه. المقصود أن هرقل لما سمع هذه الأوصاف شهد بنبوته، قال إنه نبي، وإن هذه الأشياء التي نقلتها إنما يقولها الأنبياء. فمن ذلك ما قاله عنه من أنه يأمرهم بالصدق، يعني في القول والعمل. فالواجب على أهل الإيمان رجالا ونساء الصدق في أقوالهم وأعمالهم، فإن عملوا صدقوا وإن قالوا صدقوا، هكذا المؤمن. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفق الله جميعا. من يسمي الكذب دبلوماسية، وبعضهم يسميها كذبة بيضاء، وبعضهم يمزح يعني ويقول أنا أمزح، يعني مثلا يكثر الكذب كل هذا كلام باطل، كلام السفهاء، هذا كلام السفهاء. أحسن الله إليك. وإن الرجل لا يصدق، هذا خاص بالرجل ولا الرجل والمرأة؟ الرجل والمرأة مثله، هذه قاعدة. أحسن الله إليك. الحسن هل روى غير هذا الحديث؟ لا رواية، رضي الله عنه. لا رواية، لا عدة حديث. الكذب يجوز مع الزوجة؟ نعم بس في حدود حديث الرجل ورأته والرجل ورأة زوجها، في حدود ما بينهما، ما يتعداهم، في حدود اللي بينهم لا يتعداهم إلى غيرهم. شرع أبشري لس كذا وبعطيس كذا وبسوي كذا، وهي تقول سوف أفعل كذا، سوف أكرمك، سوف لا أعصيك، سوف أنفذ أوامر، وهكذا فيما بينهم حتى ترضيه ويرضيها، حتى لا يكون بينهم نزاع.